مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نقدم لكم أحد الأسماء العربية الطيبة والفريدة من نوعها، وهو من الأسماء الدينية المضافة باسم من أسماء الله الحسنى. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم عبد القدير. عبد القدير اسم علم مذكر من أصل عربي بالإضافة، العبد وهو المخلوق المطيع والخاضع لله عز وجل، الملتزم بشرائعه والمؤدي لفرائضه. والقدير هو اسم من أسماء الله الحسنى، وهو الله التام القدرة على إيجاد المعدوم وإعدام الموجود، المستطيع والمتمكن من الفعل بلا واسطة، الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، قادر على كل شيء وصاحب قدرة كلية. وقد ورد ذكره في القرآن الكريم مرات عديدة، منها قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سورة آل عمران آية 26. صفات حامل هذا الاسم: إنسان واثق من نفسه، حاد الذكاء وقوي الحجة في النقاش، لا يمارس العواطف كثيرا ويفضل تكريس وقته للعمل، يتميز بالثبات على رأيه مهما كانت النتائج، ويحسب كل خطوة جيدا قبل أن يخطوها، حازم جدا، ومن السهل عليه أن يقول لا حينما يكون مقتنعا برأيه، مشفق على الضعفاء وعلى من يحتاجه، ويحب التطوع لمساعدة الغير. يجمع بين طبعين متناقضين، وهما الجرأة والحذر. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم عبد القدير؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك، ولا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.